علمنا أن نسلم على رسول الله في كل صلاة نصليها، ونتوجه إليه بخطابه الكريم، قال: وأحضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم، وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا امتلأت بتعظيم الله وإجلال الله وتقديس الله وتسبيح وتحميده وتوحيده سبحانه وتعالى، وألقيت التحيات لله، فاعلم أن أكرم خلقي عليه عبده محمد، وأنه الوسيلة العظمى، وأنه صاحب الجاه الأوسع لدى الرب، وأنه الذي جعله رب العالمين رحمة للعالمين، وجعله السبب في ما وصلنا من الخير والإسلام والإيمان والإحسان والدين كله.